أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول: هل هذا الحديث من أحاديث الصفات؟ وما المراد بقوله إلا ظله؟ هذا ورد إلا ظله مضافا إلى الله، ورد ظل العرش، ورد ظل الصدقة تحت ظل صدقته يوم القيامة. فنحن نجري الحديث على ظاهره، ألا نتعرض لتفسيره. نعم.